بسم الله. كبروا ليها. أمرنا بإجراء تطهير، أقول تطهير للبطاقية نتاع السكن هنا بولاية ورقلة في كل بلدية لوحدها. الإشكالية الأولى أن التطهير ما كانش واصل إلى العمق، ثانيا أن التقسيم ما يكونش تقسيم نتاع 100 ولا 200 سكن على مستوى ورقلة اللي فيها طلبات أكثر، وبالتالي يعني رانا باغيين نزيدوا من الحصص ولو نمدوا لي بري افيكتاسيون، التوزيع المسبق لبعض السكنات على الأقل باش نحلوا الإشكال ونرفعوا الغبن عن المواطن.